قال رئيس بعثة الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة يوسف القضاء أن جميع الحجاج وصلوا إلى المدينة المنورة، وأوضح القضاء أن إجمالي الحافلات التي غادرت المدينة متوجهة إلى مكة بلغ 40 حافلة، كما وسط الحقها الجمعة 10 حافلات أخرى. إذن من المدينة المنورة ينضم إلينا رئيس بعثة الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة يوسف القضاء، أهلا وسهلا بك. إذن نتحدث بداية لربما عن الإجراءات خاصة التنظيمية منها في الاستقبال والمكوث في المدينة. مساء الخير أختي. إحنا في البداية هنالك تنسيق مع الإخوة في المملكة العربية السعودية لتنظيم مرور الحافلات على محطات الحجاج والاستراحات المهيئة لذلك، بحيث أنه ما يتم دخولهم إلى المدينة المنورة على الفنادق دفعة واحدة. والحمد لله رب العالمين، عملية دخولهم إلى الفنادق تمت بكل سهولة ويسر وكما تم كان مخطط لها. بعدما أكمل الحجاج الإقامة في المدينة المنورة تم عمل برنامج لمغادراتهم، بحيث يتم كما تم استقبالهم يتم مغادرتهم بشكل متسلسل ودون أي ضغط على المنافذ او على المراكز ابر علي. الحمد لله رب العالمين، لحد هذه اللحظه تم تفويج 60 حافله، وما زال يعني العمل جاري بتتابع لهذه الحافلات، والحمد لله رب العالمين لم يحدث اي مشكله هذا العام، اي مهما كان نوعها لا صحي ولا غيرها، والحمد لله رب العالمين كانت الامور ميسره وسهله للحجاج بيت الله الحرام. نعم، كيف يتم التعامل عادة مع الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية وخدمات معينة، خاصة ما بين الحجيج والوصول إلى مكة المكرمة؟ كما تعلم يا أختي، الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الحمد لله تعني بهذا الموضوع وتعطيه جانب من الأهمية، حيث تقوم الحكومة بتشكيل بعثات لمرافقة الحجاج. هنالك البعثة وزارة الأوقاف بشقيها الإداري والوعظي الإرشادي، وهنالك بعثة إعلامية من الإخوة الإعلاميين والصحفيين وعلى مختلف أنواعهم من القطاع العام والخاص، وأيضا هنالك بعثة طبية من وزارة الصحة. والحمد لله قمنا باستيراد الأدوية من وزارة الصحة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المدينة المنورة حتى نضمن ما يتأثر جودة الدواء. الحمد لله قمنا بنقلها جوا إلى المدينة المنورة. طبعا البعثة الطبية كل الشكر لوزارة الصحة وفرت كل التخصصات، يعني كل التخصصات التي يمكن أن يحتاجها الحاج، حتى يعني عندنا أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين، أطباء من مختلف أنواع التخصصات. وهذه البعثة الطبية تقسم إلى عيادتين في مكة المكرمة، إن شاء الله الآن هي على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج في الحالات التي يحتاجون فيها لمراجعة العيادات الطبية. نعم، مع مراعاة أنه هذا الحمد لله جانب، الحمد لله أنه العمر الآن كمان لعب دورا بأنه الحجاج يعني الحمد لله السن عندهم بتعرفي هذا العام أخذنا مواليد 65 فما دون، فهذا أيضا أثر على يعني نوعية أو طبيعة الحجاج الصحية، بحيث أنه ما بيحتاجوا إن شاء الله لمراجعة مستمرة لهذه العيادات. نعم، إذن الآن هل نتحدث عن نسبة معينة أو لربما تحضرك الأرقام فيما يتعلق بالحافلات التي بقيت لتنطلق من المدينة المنورة إلى مكة؟ إحنا عندنا كان في دخول امبارح لعشر حافلات، يعني تقريبا حوالي 370 حاج. هؤلاء الحجاج إن شاء الله سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا. نعم، ومن ثم هناك بانتظار تفويجهم في فنادق مكة عند الوصول. طبعا إحنا كان البعثة عندنا، إحنا أختي عندنا مركز في المدورة، وعندنا مركز في تيماء، وعندنا مركز في المدينة المنورة، وعندنا المركز الرئيسي في مكة المكرمة. احنا الوزاره يعني تقوم هذه البعثه بالوصول قبل الحجاج بوقت كافي، تهيئ المساكن، تطمئن على الخدمات سواء من الكهرباء، الماء، تطمئن على تامين العيادات، تامين كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الحاج، بحيث انه الحمد لله الحاج عند الوصول يصل الى الغرفه يكون كل الخدمات موجوده ولا يحتاج الى شيء باذن الله تعالى. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس بعثة الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة يوسف القضاء.